السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي عمر سليم وهتكلم سريعا على موضوع الكورسات الفيشنج في مجال الكاد والبيم. في مرة كنت بدرس لطلبة واحنا خلاص دخلنا على الامتحانات، لقيت واحد بيتصل بيا بيقول لي في مركز كذا كذا بيقول لي تعالى درس وكده. قفلت معاه، لقيت واحد تاني من نفس الدفعة، قفلت معاه لقيت واحد رابع خامس سادس، فتقريبا المركز اتصل بالدفعة كلها ان هم يدوا كورسات. والكورسات انا مش مفيش ذكر اسامي، يعني مفيش اي حد هيذكر اسمه، اي مشكله خالص. انا بس بتكلم على المشكله لان في من الناس بدات تتكلم فيها، تمام، ان في كورسات فعلا مضروبه وهنتكلم عنها. فلقيت المركز ده عمال يتصل بناس كتيره لسه ما اتخرجتش وما عندهاش خبره، وممكن واحد يكون كويس بس هو ما عندوش خبره عمليه. فلو بيدي كورس لحد وسال سؤال وما عرفش يجاوب، وكذا سؤال مثلا ما عرفش يجاوب لان هو ما عندوش خبره، هو درس الزراير، درس الحاجات بس ما عملش بيه مشاريع حقيقيه، ما خدش الخبره، تمام. عندنا في مثل بيتقال كده يقول لك ايه، تذببت وانت حصر، وانت حصر، تذببت يعني عملت نفسك زبيب وانت حصر، يعني لسه عنب اخضر فمفيهوش ميه عشان ينفع تعمل زبيب، ان انت تسيبه. انا راجل فلاح يعني، ف بنسيب العنب شويه يبقى زبيب وكده، تمام. فالموضوع خطير ان انت تغش الناس، انا بتكلم عن المركز، وتجيب حد مش كفء ان هو يدي الكورس وما عندوش خبرة وما عندوش المعلومات الكافية. والراجل قال لهم كده هوديكوا مركز تاخدوا كورس وتيجوا تدوه هنا. طب هو انا بحفظ كلامه واروح اديه؟ على سبيل المثال مثلا انا بعرف اعمل شغل بالداينامو وبالاوتوليز والحاجات ديت، بس هل كافي ان انا ادي كورس؟ لا، ده حاسس ان في نقط كتير انا ما اعرفش اديها في الكورس. من كام فتره في شركه اتصلت بيا، شركه كبيره جدا يعني اكبر شركات المقاولات في قطر، تعالى ادي كورس في حاجه معينه. فروحت لقيتهم بيتكلموا على سيفن 3 دي، شكرا انا بعرف اشتغل سيفن 3 دي وبعرف اشتغل جي اي اس، بس معلوماتي وخبرتي ما تاهليش ان ادي كورس، فانا بعتذر واديكم انما ناس تانية احسن مني تقدر تعمل الموضوع ده. فالراجل قال لي دي نقطه كويسه محترمه. فكان كلامي للطلبة لا ما تستعجلش، حاول تقوي نفسك في نقطة أو نقطتين، يعني مثلا في برنامج معين وكده وتركز عليه، ويبقى عندك الإمكانية وتشتغل كذا مشروع قبل ما تتصدر إن أنت تدي كورس ويحصل إن الناس تاخد عنك فكرة وحشة. في للأسف ناس، هي أي حاجة بتبقى حلوة الناس كلها بتخش فيها حتى لو هي ما تعرفش فيها. بمعنى إيه؟ كفى شرفا للعلم ان يدعيه من ليس اهله، تمام. دلوقتي لو نزل حاجه جديده مثلا هنسميها مثلا اي ار مثلا، يعني ما اعرفش اختصار ايه اي ار، بس وبدات الناس تنبهر بيها وبدا يحقق انتاج حلو، هتلاقي كل الناس عايزه تدي كورسات فيه حتى لو هو ما عندوش خبره وما اعرفش ايه هو. يعني انا بلاقي ناس بتتفق على حاجات وبعد كده بعد ما يتفقوا على المشروع عليه ويتصل بيا يقول لي بتعمل ازاي او تيجي ازاي او حاجات دي، تمام. فانت المفروض قبل ما تروح اي كورس تسأل عن المركز وتسأل عن المحاضر، والمحاضر اهم من الكورس، تمام. في بعض المراكز بدون ذكر الاسامي برضو، ما فيش اي ذكر اسامي، واحد بيسألني عن المركز ده فقلت له الصراحة انا ما بتعملش معاهم، ما اعرفوش. لو انا اعرفه هقول حلو وحش، دي مسؤولية يعني الواحد يبقى صادق فيها. فلا ناس عاملة ريكومند للمركز دوت ان هو بتاع كورسات كويس، فاختار واحد فيهم وسأله ايه رايك في كذا، قال له انا ما خدتش يعني، قال له انت تعرف البرنامج ده اللي انت بتقول ان انت خدته؟ فقال له لا انا ما خدتش فيه. قال له مالت ايه؟ قال له ده انا البواب بتاع المركز وهم قالوا لي اعمل ريكومنديشن فعمل ريكومنديشن. ده بامانه حصل، تمام. فلا الناس اللي عامله ريكومنديشن اغلبهم نصب، يعني ناس ما حضروش الكورس ما عجبوش بالكورس. في كورس مثلا بيبقى تكلفته مثلا كورس احنا عارفينه كمحاضرين ان هو مثلا 40 ساعه، وساعه مثلا بمثلا 100 جنيه او 120 حسب المركز حسب مكانه كده، فالمفروض تكلفته اقل حاجه كذا، فتلاقي المركز بيديه ب 30 300 جنيه 400 جنيه، فتستغرب فتفاجئ ان انت بتروح المركز قاعدين من غير كمبيوترات. طب في بعض الحاجات تنفع من غير كمبيوترات وحاجات عملي لازم كمبيوتر ولازم كذا، طب انت بتديني كلام من غير ما اطبق وكورس يخلص من غير ما استفاد حاجه خالص. فلذلك نركز ونسال على المحاضر وعلى المركز. وكان في احد الاخوه الافاضل اللي انا بعتز بيهم
قال احنا عايزين نعمل قائمة سوداء بأسامي الناس اللي هي بتشرح خطأ. فانا قلت له بلاش يعني هنقعد نضرب في بعض، لا شكلنا هيبقى وحش، لا خلينا نعمل قائمة بيضاء. مش هنعمل قائمة بيضاء بس أي حد يعرف حد كويس يشكر فيه ويقول يا اخوانا والله الراجل ده كويس، من غير ما نقول على الحاجة السيئة إلا لو حد سألك كده يعني والله إيه رأيك، تحاول تقول من غير ما تغلط يعني. الحمد لله الواحد ما بيغلطش أو محب خالص. أنا يوم ما بتنرفز على حد وبشيمه بقول له الله يرحم أبوك يعني، يقول له يا ابن الراجل الطيب، ده آخري في الشتيمة يعني، ما بغلطش في حد. فللأسف للأسف لأن البيم أثبت كفاءته وأصبح إجباري في دول كتيرة، بدأت الناس تدي فيه كورسات حفظ كلمة ويجي يقولها تمام. فعشان كده بقول لكم عشان فلوسكم ما تضيعش، أنا ما بعملش دعاية لمركز معين، ما بعملش دعاية ليا، ما بعملش دعاية لأي حد، أنا بس بقول لك قبل ما تروح اسأل تمام، لأن عاملة زي التنمية البشرية، عملت حاجة حلوة فالناس كلها بدأت تروح. وكلمة التنمية البشرية دي فيها غلطة مش مجالنا يعني، أو بيسموها البرمجة اللغوية العصبية، لأن اللي بيه انتشرت وسمعت فبدأ الناس كلها تروح ودخل فيها نصب كتير، واحنا مش عايزين الكلام ده. انا قبل كده رحت قالوا لنا محاضره للبيم وهتاخد شهاده، وطلع كلام كتير اصلا غلط، وكلام كتير ويكيبيديا، وكلام كتير ملوش اي دعوه خالص، وفعلا في حاجات كتيره بتبقى سيئه تمام. فاسال وهتلاقي ناس مراكز كتيره اسمها حلوه واسماء ممتازه جدا تقدر تثق فيها، وهتلاقي ممكن تدخل على موقع التدريس تشوف ايه الاماكن المعتمده، ممكن تسال الناس اللي خدوا الكورسات بالذات لو تعرف حد شخصيا او كده، هتلاقي في اماكن كتيره محترمه، اماكن كتيره بتدي علم، اماكن كتيره مش بيديك البرنامج يشرح زراير، لا بيقول لك ازاي هتطبق عملي. لان ممكن انا اكون عارف الزراير كلها بس لما تحط لي مشروع ما اعرفش. ولذلك نصيحتي عشان ما اطولش عليكم، قبل ما تروح الكورس حاول تبقى عارف كل حاجه فيه، بمعنى ما بقولكش تعرف كل حاجه، بقولك حاول. بمعنى ايه؟ ابدا اشوف، انا مثلا رايح اخد كورس فوتوشوب، ببدا اشوف الفيديوهات على النت واحاول اطبق و كلها قبل ما اروح الكورس، عشان لما اروح الكورس اكون عندي مشاكل وقفت قدامي وانا بطبق وابدا اساله في الحاجات دي. انما لو رايح الكورس وانا زيرو هيبدا يديني معلقه واحده واحده واحده، الكورس هيخلص قبل ما تظهر المشاكل، فلما اجي اطبق بعد الكورس تظهر معاه مشاكل وممكن اساله ما يردش يعني. في بعض المحاضرين للاسف لما بتساله بعد الكورس يقول لك لا خلاص انا ماليش دعوه او ما اعرفش، او بتساله عن فاميلي ما يرضاش يديها لك، والحاجات دي كلها ممكن يكون مشغول الله اعلم، بس يعني ممكن ما تلاقيش السبورت ده غير اثناء المحاضرات. فعشان كده جهز الاسئله واسمع الفيديوهات واقرا الكتب وجهز نفسك كويس عشان تبقى استفادتك قويه جدا، وما تهتمش بكتر البرامج قد ما تهتم بالاتقان. يعني هختم عشان ما اطولش عليكم بكلام الامام علي بن ابي طالب، كما تقول امرؤ ما يفسد، لو انت بتتقن الحاجه احسن بكتير ما تكون عارف 100 حاجه معرفه سطحيه وما مش مفيدينك بحاجه. وجزاكم الله خير.